تاني. والإحصاء خبر مهم جدا، والحقيقة احنا يمكن اتكلمنا في حوادث الطرق ومفيش حد ما اتكلمش في حوادث الطرق في مصر، بس الحمد لله تراجعت حوادث الطرق إلى 4.4 ألف حادث خلال النص الأول من 2018. دي يعني حاجة من الحاجات الإنجازات يعني، لأن حوادث الطرق كانت صعبة جدا. والإحصاء يعني صرح جهاز الإحصاء أن حوادث الطرق تراجعت خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث شهدت حوادث السيارات انخفاض في أعدادها خلال الفترة من يناير لغاية يونيو 2018، الست شهور دول يعني، إلى 4426 حادثة مقابل 5836 حادثة خلال الفترة المماثلة في العام الماضي. يعني رقم كبير جدا زي ما احنا شايفين قدامنا دلوقتي على الشاشة. بحسب بيانات رسمية صادرة عن جهاز الإحصاء ده نشرته ضمن طبعا نشرته المعلوماتية الشهرية لشهر أكتوبر الجاري، نتج عن حوادث الطرق خلال النص الأول من 2018 نحو 7037 مركبة تالفة و 5936 مصاب، علاوة على 1560 حالة وفاة. فالحمد لله ان تراجعت النسبة دي، ونتمنى ان هي كل ست شهور تقل يا رب، يعني علشان حوادث الطرق بقت صعبة جدا. بس الحمد لله ابتدينا ناخد بالنا من القصة دي، وابتدينا زي ما حضراتكم عارفين طبعا اهم حاجة السلوكيات بتاعة المواطن، واللي اهم من كده ان في شبكة طرق بقت يعني متحضرة وبتمنع هذه الحوادث. ما فيش بقى يعني زي الاول طرق مكسرة والكلام اللي احنا كنا بنشوفه زمان. فالحمد لله في شبكة طرق جديدة بتشهدها مصر مؤخرا، غير ان هي بتساعد في حاجات تانية. فالشورت ران او المدى القصير بتاعها اللي هو الحوادث الحمد لله قلت، والزحمة كمان قلت الحمد لله. طيب نروح